بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر نهدي هذا الفوز للشعب العراقي. First come I give you this award from all people Iraq. وشهداء العراق والحشد الشعبي وقواتنا المسلحة. Anyone from Iraq this. سؤال يقول ماذا يعني مباراتنا مع إيران؟ نعم. إحنا خضنا مباراتين ودية مع إيران. I am play with Iran friendly match. تعادلنا بالمباراتين. Every team you equal. نعرف قوة ضعفهم قوة الضعف والقوة القوة مالتهم والضعف. I know what's strong what. نقطة القوة والضعف. نقطة القوة والضعف نعرفها. راح نحضر بشكل جيد لهاي المباراة. I prepare this team is very very very. خلصنا احنا اول مهمة هي تأهل الأرجنتين. First come you qualified to Argentina. ان شاء الله احنا عيننا العراقيين عيننا على الكأس. I come to here I get to the cup. إن شاء الله. إن شاء الله.